تابعين حلقتنا مع الجمال ومع مدام ليلى عبيد وياسمينة. أهلا وسهلا فيك مدام ليلى. دايما بتحكينا وبتشددي على نقطة مهمة، على فرادة الشخص، على أنه الناس ما تشبه بعضها، وعلى أنه الناس كمان يكون عندهم طلة طبيعية. صحيح. وهي بكل أسف عم نفقدها بمجتمعنا وبالكثير من المجتمعات. وصار في عنا لوك السوشيال ميديا، الأرتستيك لوك. نحنا أنا اليوم خصصت هيدي الحلقة لسميها فري سبيريت ميك اب، يعني مش لازم نقول لازم أعمل كونتورينج هون وشخط هون وهون لازم أعلي وهون لازم أوطي، لا، خليني أكون أنا كيف في أعمل ليرينج على وجه حلو ويانج. خاصة اليوم أنا بدي أقول أنه thank you ياسمينة معوض لأنه وافقت، لأنه كل ما شوفها إلا ياسمينة أنا في سبب اللي بدي طلعك أني أعمل لك ميك اب، لأنه في عندك الكلمة اللي قلتها الفرادة، في عندك يونيك بيوتي ومحافظة عليها ومرتاحة مع حالها. هذا السيلف كونفيدنس يلي بخلينا نصير حلوين، يلي بخلي الغير يجرب يشبهنا، لأنه منكون عنا شيء ديفرنت إن هير هير ستايل، لون عينيها، البيس يلي بوجهها، البراءة يلي محافظة عليها، and at the same time شوف كيف blended الفيتشرز، شكل النوز كله، كل الناس صار في عندها نوز صغير صغير وتم منفوخ وكلنا عم نشبه بعضنا. قدي حلو اليوم هاي الحلقة نستفيد منها، نقشع الناتشرال بيوتي، وحتى لما في عنا شيء زعجنا مش ضروري نمحي، يمكن تو هايلايت تيكون في عنا شيء ديفرنت. بعرف انه كتار رح ينطروا هالحلقة ورح يشوفوها على يوتيوب، وكتار رح ينطروا كيف تطلع النتيجة مع صبية هالقد حلوة. رح تضل تشبه حالها، بس اكيد رح تضوي اكثر على الاشياء الحلوه اللي عندها. بقى بايادي باحلى ايادي. ميرسي. اهلا وسهلا فيك ياسمينة. بهالميك اب رح نتبع قواعد مثل ما قلنا فري سبيريت ميك اب، يلي هو بس رح اعمل هالبيس يلي هو بيركز على سبراي بيعطي مويشر للوجه، وهيدا سبراي تاني كمان يلي فيه باين أبل، يعني إماجن هالفريشنس يلي بيكون عنا إياه. سو رح نعتمد هالطريقة instead of using أي بيس أو مويشورايزر. هو هيدا بيعمل إكلا لهيدا العمر حلو كتير. ياسمينة she's only 15. How nice to have a young beautiful girl with beautiful features. ونكون نحنا مرتاحين نحنا وعم نحضر حالنا للميك اب. إذا كنت أنا بدي أحط أي شيء اسمه مويسترايزر، بدي انتبه إنه الأريا حد العينين مرق هيك خفيف خفيف أنجأ، لحتى دير العينين لما بستعمل كونسيلر ما تعب المنطقة العينين يلي هي بتترك شوي تعب لما منغسل وجهنا من بعد الميك اب بفعل الباودر الكونسيلر كل هالاشياء، او بحط هيك شيء يلي بيعطيني جلو. هيدا مويسترايزر مش كبيس، بس هيدا بيعطي شويه جلو فور ذا هول سكين. وهون انا اعتمدت ال شوي الشيمر تكون طبيعيه يلي هي بتكون كريمي، لحتى يضل عنا الوجه عم يلمع بطريقة ناتشرال. ومثل ما قلت لكم هالميك اب ما بدي يكون بالآخر مثل هيدا الارتستيك ميك اب يلي كلنا عم نشوف بهالوقت ياسمينة. How beautiful and natural beauty she has. شوفوا هاللمعة الحلوة يلي فينا نظهر فيها for a big occasion بدون شيء لما بكون في عنا هالقد وجه حلو. وإذا كان بدي أعتمد إكلاء أكتر، بعطي شوي داخل العين هون inner eye area، بعطيها شوية لمعة، لأنه الأوكيجنز أيام بتخلينا نحس أنه عبيننا نضوي شوي. ولاحظوا شو عم بعمل، ما عم حط غير I'm just layering بأصابعي، ما عم بستعمل شيء ابدا بروفيشنال انا وعم ببتدي هالميك اب. So I'm going to go from light medium to dark، وهيدا الشيء يلي رح خليني ابتدي بهالميك اب. مثل ما عم تشوفوني عم رح استعمل سبونج وحده
بدي اعمل شيدنج، ما بدنا نضلنا نفكر كونتورينج وهايلايتينج، بدي افكر انه انا بدي اعمل شيدنج للوجه بطريقه انه حس حالي احلى، يعطي الوجه وكانه هيك الوان اللي عم نشوفها هي الوان طبيعيه، مرق هالسبونج all over، انجا اي بريس اند بلند بدون ما اكون عم حط شيء ابدا. يعني لاحظوا على الايد بتشوفوا انه ما في شيء، يعني ما في كميه، يعني I'm doing this and that، يعني ما في كميه. بديكم تتعلموا هالايزي ميك اب. اوكي، سكند ستيب ميديوم شيد، ودايما شوفوا وين عم مرق ايدي، عم دايما اترك البرون اريا يلي هي بتكون نافره بالوجه، اتركها بدون ما احط عليها اغمق. وهون هلا ذا داركر يلي هو رح يعطيني السكن تون يلي هن طبيعيات، سو ايم شادوينج ذاتس ات. بنشوف قد ايه حلو هالميك اب السريع. We can go over the neck، بس نحنا بدنا نعمل شيء هيك تنسرع أكتر. الأريا هون بدي أعطيها ضوء. Open up. ما بدي أخذ طريقة الكونسيلر القديمة، شوفوا وين عم حط الانر بارت الاوتر بارت. باخذ البارت اللي بدي أحط عليه بلاش بس، بعطيه شوي هيك يبين اني انا بعرف وين بدي حط الخد يلي هو اعطي للفيتشرز تو بروموت الفيتشرز يكونوا مبينين اكثر. اوكي سو باودر ناو. فوالا هلا بدنا نحط اوبن اب ليتل بيت باودر قبل ما احط الكونسيلر. ليه؟ لحتى يلا وقفي ومنتابع. عوده للميك اب، رح احط شوي من الاسود جو داخل العين لحتى قوي الرمش من دون ما كثير زيد الماسكارا، ولكن فينا نحط هاف لاشز لما بكون بدنا نعطي للعين هيك شوي تو بروموت شكل العين الطبيعي من دون ما نكون عم نفكر بطريقه كثير ارتفيشال او نكون عم نحط كثير اي لاينر. انا هون عم بعتمد البنسلز يلي هن بيساعدونا يبين the color of the eyes لما بيكونوا بس من ال upper lid. Close your eyes please. وابدا ما عم بعمل تري قوية. Up. Shadowing around the lashes. A bit of copper كمان بضوي العين. مثل ما سبق وقلنا هذا الميك اب رح يكون ايزي لكم تتعلموا مثل ما لاحظتوا.
وي جو تو فينا نحط شوي ضوء بالعين، ولكن انا بحب هالناتشوراليتي اللي عندها اياها، ما كثير ضيف ميك اب لحتى يكون في عنا بلندد لوك. ماسكارا بعدين لحط الليتل بيت على طرف الرمش، رح تشوف شو رح يعطيها افي حلوه. اعتمدت هيك هالإفي لحتى to keep up هالسبانيش آيز يلي عندها ياه هون. look up. And this is the last touch in makeup for a light, healthy, beautiful, young look. اعتمدنا شوي اللاشز على طرف الرموش لأنه special occasions، ولكن we can without. وبنهي بمسكارا مرة تانية لحتى أكد أنه كل اللوك بلندد مع بعضه. لحتى نشوفها فينا نشوف ياسمينة with her natural beautiful look. Thank you ياسمينة.